اهلا بحضراتكم. سريعا هنروح لسياده اللواء محمود خليفه مستشار الامين العام لجامعه الدول العربيه للشؤون العسكريه. منورني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نبدا من فكره الانتخابات الرئاسيه في تجربتنا الجديده، ويعني الاسماء اللي بتنطرح، واهم اسم انطرح فيها ما مشيش في الخطوات التقليديه بحديث اهل حزبه نفسه. خلينا في البداية حتى نحط بس الخطوط العامة، يعني إيه الانتخابات الرئاسية وليه ليها ضوابطها بالشكل ده، حتى لو هي ضوابط تتعلق بكل مؤسسة على حدة. طبعا أنا طبعا سعيد أن أكون مع حضرتك النهاردة في البرنامج المهم وفي هذه المرحلة المهمة طبعا من تاريخ مصر، وإحنا مقبلين على استحقاق دستوري كبير جدا، يعني من أعلى الاستحقاقات السياسية لاختيار أو انتخاب رئيس جمهورية اللي هو رئيس السلطة التنفيذية. الحقيقة طبعا موضوع رئيس جمهورية دي اللي عايزين نقولها للشعب أساسا، لازم يكون هناك مواصفات من الأساس لمن يريد أن يترشح أن يكون رئيس جمهورية. احنا مش بنقول أن احنا بنلغي أحد الحقوق، لكن احنا بنقول للشعب العظيم المحترم يحسن الاختيار. يحسن الاختيار. كيف يقيم أو يختار من بين مجموعة المرشحين المرشح الملائم؟ هناك نقدر نقول مواصفات من الأساس، مواصفات خاصة بشخصية رئيس الجمهورية. إذا كان هناك رجل يتمتع بالعدالة، يتمتع بالشخصية العالية، يتمتع بالإنسانية، يتمتع بالناحية الثقافية السياسية المتعددة، عنده ملم بالموضوعات، قادر على إدارة الأزمات. يعني مش مجرد أن أنا ممكن أكون ناحية حرفية عالية في مكاني أو أكون مدير ناجح أو أكون طبعاً رئيس ناجح، مش بالضرورة. فبالتالي لازم يكون أساساً عندي الخلفية الإدارية العظيمة، لازم يكون أنا متصور كده، يكون عندي إدارة فعل بالعمل، عمل تنفيذي سواء خاص أو سواء حكومي أو خاص، لازم يكون أدارته إدارة ناجحة. ما يكونش من إحنا ما نختارش أو ما نفكرش كمواطنين اختيار أحد المرشحين لا يدير أعمال، طب بناء على إيه يكون عندي ثقة أن أنا يدير دولة؟ فبالتالي دي إحنا بنقول حاجات حاكمة. النقطة الثانية الناحية القانونية، الإلمام بالنواحي القانونية. مش عايز أقول الناحية القانونية مثل القضاء أو رجال القانون، لكن على الأقل الضوابط الرئيسية التي تعينه في إدارة أعمال حكمه. طبعا، لأن ده معناه على الأقل بنعرف يعني إيه حقوقنا والحد فين وإيه واجباتنا والحد فين. بالضبط. الحاجة الثانية المهمة جدا، عنده القدرة على اتخاذ القرار. أحيانا البعض بيكون عنده مواصفات كويسة جدا جدا، لكن لا يستطيع، عنده القوة الشخصية في اتخاذ القرار، خاصة القرارات الحاسمة اللي مطلوبة. يعني في قرارات مطلوب منها قرار لا يستطيع أن يتخذ غير قيادة السياسية. فبالتالي لأنه طبعا هناك السيد رئيس الجمهورية الحالي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تكلم كثيرا بمنتهى الصراحة عن موضوع البيروقراطية. البيروقراطية بمنتهى البساطة أن هناك بعض المسؤولين يتبعوا الخطوات المكتوبة في اللوائح والقوانين اللي طبعا مكتوب تعديلها بكل قوة، أنا دايما بقول بكده، غير قادرين على اتخاذ القرار في إطار البيروقراطية، وبالتالي هو لا يستطيع أن يتخذ القرار الصائب السريع. خاصة عندنا موارد الدولة المتعددة في كل مجالات الدولة، سواء الموارد التعدينية، موارد الزراعية، الموارد الصناعية، الموارد البشرية أيضا، عندنا كافة الحاجات اللي موجودة. إذا لم يكن هناك من يتخذ القرارات السليمة، احنا شفنا دلوقتي الأرض اللي موجودة على سبيل المثال اللي ما بين العاصمة الإدارية الجديدة وما بين القاهرة الكبرى، أرض فاضية كبيرة جدا جدا. طبعا ده كان قرار صائب، غير الاختيار كما عاصمة إدارية ما بين طريقين رئيسيين ولا اعتبارات. يعني دي صفات القائد اللي بيبقى بيأهل نفسه ويمتلك مهارة إدارة مشهد كبير زي دولة، ودولة بحجم مصر. بالزبط. مش دولة كمان صغيرة. بالظبط كده. طيب، في الحالة المصرية إيه اللي يخلي شخص يضحي بإجراءات قانونية ممكن نمشي في المسار العادي ويحصل على النتائج اللي هو عايزها، إلا لو كان عايز حاجة عكس النتائج الطبيعية، يعني عايز يصنع أزمة، عايز يصنع مشهد، ليه؟ أنا عايز أقول لحضرتك يا من الأساس، أحياناً
إذا كنت لا أجهل بالقانون فليس هناك ضرر أن أستعين برجال القانون. طبعا يبقى بالتالي لازم أنا إذا كنت عندي نية من أن أنا أترشح لرئاسة الجمهورية يبقى لازم أشوف على الأقل هناك مستشار قانوني أمين وليس مجرد مستشار بيوافقني على ما أطلبه للتأكيد أن أنت صالح. ده مش مطلوب. يبقى لازم أنا بالنسبة لي المغامرة دي مغامرة نقدر نقول أحيانا بتبقى مغامرة غير محسوبة. لأن أنا إمتى تكون مغامرة محسوبة أو حق شرعي مطلوب تماما إن أنا أتأكد من الإجراءات القانونية دي. حتى مش عايز أقول في إدارة أي عمل، إدارة أي عمل، عمل خاص، عمل حكومي، أيا كان العمل، يبقى كان في تعمد إن احنا ما ندخلش في الإجراءات. أنا الحقيقة برضو يا أماني أنا لا أجزم أن هناك تعمد لأن أنا ليس لدي المعلومات. صحيح هناك شواهد معينة ممكن تبقى مؤشر للبعض، ولكن أنا الحقيقة برضو مش عايز أجزم بالتعمد، لكن هناك عدم تأكد من الإجراءات القانونية، وده شيء مطلوب يكون فيما من يترشح رئيس جمهورية طبعا لازم يتواجد هذا الموضوع. طبعا. طيب في سياق يعني بنية القوات المسلحة المصرية، نعم، وأنا ما عنديش الحقيقة معلومة هل يعني المتبع في القوات المسلحة المصرية هو نفسه المتبع في مثلا جيوش أخرى أم لا، لكن في سياق هذه البنية كلكم من اللحظة الأولى تقريبا في نفس الأوراق التقديم، بيبقى واضح جدا ايه الميزات اللي ممكن تحصلوا عليها وايه الضوابط والمحددات اللي بتحكم شخصيتك لنهاية الحياة، صح؟ طبعا. هو طبعا اقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا في ما يسمى قانون الخدمة العسكرية، يمكن الضابط عندنا في القوات المسلحة مجرد تخرجه من الكلية العسكرية ايا كان نوعها بالضبط كده بيتواجد معاه لائحة قانون الخدمة العسكرية ليطلع على الضوابط في كل الأمور. الحاجة الثانية موضوع مش هقول تميز لكن التخصص أو تختص لها نظم خاصة بالخدمة العسكرية اللي بتقول أن الضابط يعتبر مستدعى تحت بند الخدمة العسكرية كاستدعاء، ويجب في حالة مطلوب أنها يقوم بالإجراءات 1 2 3 4، ليس مجالنا إحنا نقولها تفصيليا لأن هناك مختصين طبعاً بهذا الموضوع القوات المسلحة، وبالتالي يجب ان كل واحد يعرف هذا الموضوع. انا عايز اقول بمنتهى البساطه حتى الخدمه على الاحتياط عشان يبقى الشعب يبقى عارف. دي مهمه. انا عايز اقول حاجه، بيظل الفرد لفتره معينه حتى الجندي المجند بيستدعى لاداء خدمه الاحتياط. الاحتياط ده اللي بيسد احتياجات القوات المسلحه او الهيكل التنظيمي ليصبح 100% استكمال ما قبل دخول العمليات العسكرية، لكن في أحيان السلم لإدارة أو عمل مناورات عسكرية بالزبط. وبالتالي بيصبح الجندي احتياط، ضابط الاحتياط بيصبح على الاحتياط، الضابط العام يظل على الاحتياط. فبالتالي عندما يكون هناك ضابط برتبة كبيرة تم إحالته إلى التقاعد، فيجب أنه هو لازم لو كان هناك عمل سياسي يتطلب أنه يتواجد في هذا الوضع لازم يقول بهذه الإجراءات تماما لينهي الارتباط ويصبح ينطبق عليه المواصفات مثل الرجل المدني تماما. تمام. طيب في يعني في المشهد الانتخابي المصري أنا بأكد مع جمهوري طول الوقت أنه الأمر مش مجرد مشهد انتخابي، نعم، وأنه مصر عادت للاستهداف مرة أخرى، نعم، وأنه في اللحظة دي اللي مطلوب مننا زي ما كان مطلوب في مرحلة سابقة ان احنا نبقى مع بعض ايد واحدة، بقى مطلوب مننا المشاركة بنسب عالية جدا اقرب الى المظاهرات بتاعة 30 يونيو ومظاهرات التفويض. يعني مطلوب صناعة مشهد يرد الغرب الى وعيه لانه بيحاول مرة تانية وبقسوة وبقوة. طبعا انا اقول لحضرتك ما قبل المشهد الانتخابي، حضرتك ذكرت موضوع الغرب وهذا الموضوع، وأنا عايز أقول بمنتهى البساطة للسادة المواطنين أن الفرق بين الغرب والشرق بالنسبة لنا إيه؟ كلاهما ليهم مصالح في المنطقة عندنا وفي كافة دول العالم. طبعا. الفرق أن الشرق في الزمن الحديث لم يقوم باحتلال دولة عربية، دول الشرق اللي على رأسها روسيا والصين وكوريا واليابان والكلام ده كله، لكن الغرب دائما مصالحه تأتي من خلال ومصالح الشرق من خلال اتفاقات سياسية اقتصادية للمصالح الاقتصادية فقط. زي الوجود الصيني في أفريقيا بالضبط. لكن الغرب دائما لم يأتي في الزمن الحديث الاحتلال.
والاستعمار لدولنا إلا من خلال الغرب، رومان، يونان، بطالصة، عثمانيين، فرنسيين، إنجليز، وهكذا. المصالح تأتي من خلاله من خلال الاحتلال للحصول على الموارد الطبيعية والثروات وقدرات الدول. يعملوا إيه المصريين؟ هذا الموضوع، عشان كده بنقول هذا الموضوع ده المؤامرة ضد مصر لم تلغى ولم يتم إلغائها من المخطط، طالما هناك مصالح من إسقاط مصر لتسقط باقي الدول الأخرى للتقسيم اللي هو مطلوب ده يتم. عشان مصر تظل، لأن دلوقتي مصر عصية، وما دامت هي عصية أصبح المخطط بالكامل عاصي على التنفيذ. الاستحقاق الرئاسي اللي موجود لازم إحنا زي ما الشعب المصري العظيم، وأنا دايما أقول يا أستاذ أماني أن مثلث الأمن الذي حاق الأمن في مصر ليس الجيش فقط وليس الشرطة فقط، ولكن السيد رئيس الجمهورية الشعب المصري طبعا هو رأس الحربة في هذا الموضوع، لأن الأسرة التي تقوي المقاتل تصنع مقاتل لا يتقاعس في تنفيذ مهمته. بالظبط. وبالتالي إحنا بنقول نحن الآن لا تصل إلينا استحقاقات رئيسية فقط ولا معركة، ومش عايز أقول معركة، استحقاق دستوري. إحنا بنقول نأخذه كأنه معركة لإثبات إن المصريين على الوعي العالي والثقافة العالية في تنفيذ هذا الاستحقاق بأقصى ديمقراطية. السيد رئيس الجمهورية قال انزلوا أكثر، ما قالش دعموني، قال انزلوا واختاروا كما تشاءوا. وهذا الكلام ده حق ويقين، هو يقصده بهذا الموضوع ده ولا يقصد أي هذا الموضوع ده. عشان كده بقول المصريين يجب أن يتجمعوا والنزول بأقصى طبعا بأريحية، بديمقراطية، باحترام كل واحد يختاروا من يشاءوا يعني، ويختاروا الأصلح طبقا للي احنا قلناه وطبقا للتجربة السابقة وما أثبتت من هو قادر ومن هو غير قادر. طيب سريعا لأن وقتنا تقريبا بيخلص، الدولة ما زالت مستهدفة. نعم. إزاي؟ الدولة هو اللي حضرتك مستهدفة إزاي؟ الدولة أساسا احنا بنقول أن قوى الشر التي تضمر لمصر وهي عصية عليها، والسيد رئيس السيسي لما قال في مؤتمر القمة الخليجية الأمريكية الإسلامية في الرياض، عندما ذكر تحديدا ليس من يقوم بالعمل الإرهابي هو الإرهابي فقط، ولكن من يدعم سياسيا ومن يدعم إعلاميا ومن يدعم علاجيا ومن كذا 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 كذا، كل هذه العناصر لها قوى إقليمية ودولية تدعم هذا الموضوع. هذه هي المؤامرة اللي موجودة لإسقاط مصر. تسقط كل المنطقة أو معظم الدول اللي كانت مخططة للسقوط تنهار، وبالتالي يسهل تنفيذ المخططات. الموضوع ده حتى وأنا بقول إذا لم يحدث أي حادثة إرهابية لا نتصور أن المخطط انتهى. وأنا عايز أقول لحضرتك بمنتهى البساطة أن هناك صراع إرادات ما بين القوى الدولية التي تريد إسقاط مصر وبين إيرادات الشعب المصري الذي يحافظ على الاستقرار. أكيد هيكون عندنا لقاء آخر، عشان معلش البرنامج ده هو وقته محدود جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، نورتني. شكرا. وهنعوضها. وعايزة أقول لكم الحفاظ على الدولة المصرية هو همنا في كل القرارات اللي بتتخذ. بلاش تسمحوا لكل أدوات التشويش إنها تاخدنا برا أهدافنا الحقيقية. علشان كده بقول لكم عمود الخيمة كان في السنوات السبعة العجاف كان المؤسسة العسكرية، الحفاظ عليها أمر يستحق، ولن نخشى أي حد على الإطلاق في الحفاظ على ضوابطها وقوانينها وطريقة عملها. دايما خلوا الأمور الأصلية هي الواضحة قدام عينينا. إلى اللقاء.